مساء الخير سعادة الرئيس وأصحاب السعادة النواب. ما حصل يوم جمعة من انقطاع للتيار الكهربائي حصل زي ما أنتم عارفين حوالي الساعة 1:15، وأنا اتوجهت لمركز المراقبة والتحكم، وفعلا أصحاب السعادة النواب كانوا جاءوا إلى المركز وكانوا معانا ساعة بساعة لحتى يشوفوا ما يحدث، وهذا طبعا حرصا منهم على إعادة التيار الكهربائي إلى إعادة التيار الكهربائي إلى جميع أنحاء المملكة. وبصراحة كان همنا الشاغل وأهم شيء أولوية بالنسبة لنا هي إعادة التيار الكهربائي إلى جميع أنحاء المملكة. بدأنا بإعادة التيار الساعة 1 بعد ساعة ونص تقريبا من الانقطاع، واستمرينا بتزويد جميع المحافظات واحدة تلو الأخرى إلى غاية أن غطينا جميع أنحاء المملكة على حوالي الساعة 6:15 مساء، والحمد لله دخل المساء وكانت الكهرباء بحالة مستقرة، لأنه إحنا كنا نسارع الزمن. يعني سعادتك كنت شايف كل ما رفعنا الأحمال ورفعنا الشركات المولدة للكهرباء كل ما كانت تزيد يزيد الطلب على الطاقة، لأنه بدينا ندخل في ساعات المساء، وعادة ساعات المساء هي الساعات اللي تطلب فيها الطاقة أو الديماند بيصير الأعلى، الطلب على الطاقة هو الأعلى. هلأ ما نعلمه لغاية الآن، وهذا موضوع فني بحت، ما حدث وعطوفة مدير شركة الكهرباء الوطنية، رح نحاول بأبسط صورة إن نشرح فنيا ما حدث، لأنه هي الموضوع معقد من ناحية فنية، والمهندسين الكهربائيين اللي موجودين معنا بيعرفوا عن ماذا أتحدث، لكن رح نحاول إن نشرح الظاهرة التي حدثت على خط الربط الكهربائي الأردني المصري، ونحن نعلم بأن المشكلة حدثت من هنا، لأنه هناك العديد من اللي طلعوا أو كان عندهم نظريات زي ما تفضلت سعادتك لماذا حدث الانقطاع. نحن نعلم بأن الانقطاع حصل بسبب خلل فني على خط الربط الكهربائي الأردني المصري. الخلل الفني كان في التذبذب على الخط، التأرجح بالطاقة على الخط، ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض، مما أدى إلى أخذ القرار بفصل الخط، لأنه الخط كان عم بيجي منه مشاكل وبالتالي فصل الخط. وعندما تم فصل الخط ارتدت كمية من الطاقة على الجانب الأردني، أدت إلى فصل محطات توليد الكهرباء، وهذا برضو موضوع فني المهندس رواشدي بيحكي فيه، لكن هو نوع من الحماية للمحطات تفصل حالها عن النظام الكهربائي. وبالتالي انفصلت المحطات وفصلنا خط الربط، ونحن متأكدين إنه المشكلة هي جاءت من خط الربط الكهربائي الأردني المصري. هذا لا يعني إنه المشكلة من مصر أو من الشبكة الكهربائية في مصر. لغاية الآن وبدون ما نعمل تحليل كامل للأحداث التي حصلت على الخط الكهربائي والشبكة الكهربائية الأردنية والشبكة من جهتنا من الناحية المصرية، وتحليل الأحداث التي حصلت بتفاصيلها، وهلا المهندس رواشدي بفرجيكم إحنا بنقدر نعرف كل ربع ثانية، ربع ثانية مش ثانية، إيش كان قاعد عم بيصير على الخط. اتخذت الحكومة مجلس الوزراء قرار بالأمس بتعيين شركة منفصلة، وهي شركة فنية متخصصة هندسية لتحليل ما حدث من أحداث الإيفنتس، إحنا بنقولها الأحداث يعني المسجلة، وهي مش يعني تحليل نحكي مع فلان شو صار أو لا، هي مسجلة. وسعادتك يمكن شفت إنه كل إشي كمبيوترايزد يعني عنا، فهم فنيا بيحللوا وبيشوفوا
شركة عالمية محايدة يا سيدي، عشان نتخيل نعرف جماعتنا ما يقدر. شركة لا لا هي شركة عالمية، شركة عالمية اسمها شركة تشيزي، تشيزي، وهي يعني ضليعة بالنظام الكهربائي الأردني لأنه كان في كتير استشارات في الزمانات عليها، ومهم إنها شركة تعلم نظامنا الكهربائي وتعلم ماهية النظام الكهربائي المصري، لأنه هذه المعرفة بتسهل علينا وبتسرع من الحصول على نتائج بأسرع وقت. إحنا حريصين جداً أن نعلم ما هو السبب الذي أدى إلى التأرجح على خط يعني إحنا زي اللي شايف أعراض وهي التذبذب، لكن ما هي أسباب الأعراض لغاية الآن ما بنعرفها، وهذا اللي بدها تدرسه هذه الشركة بدراسة جميع ما حصل على الخط. وبالتالي إذا عرفنا إنه السبب مثلاً ممكن إننا نتجنبه في المستقبل، يعني إحنا أهم شيء في هذا الموضوع هي ما هي الدروس المستقاة من مما حدث، طبعاً عشان نجنب الأردن أي شيء مثل هذا القبيل في المستقبل. وزي ما قلت وجهنا مجلس الوزراء بالأمس لتعيين هذه الشركة، وهي محددة هذه الشركة، وبدأنا منذ هذا الصباح بالتواصل مع هذه الشركة وطبعاً مع الجانب المصري، لأنه ما بنقدر نحلل من جهة واحدة، لازم يكون التحليل من الجهتين وبالتوافق مع الجانب المصري. بالنسبة للموضوع أصحاب السعادة، موضوع فني بحت، أنا بترك للفنيين المختصين والمهندس أمجد الرواشدي مدير شركة الكهرباء الوطنية هو الفني المسؤول، ومعاه طبعا المسؤولين من مركز المراقبة والتحكم.